كلام من الآخر. أحب بس في أول الحلقة أشكر الجمهور الجميل اللي شجعنا، والحمد لله برنامج بيكم إن شاء الله ناجح، برنامجكم كلام من الآخر. حابة بس في بداية الحلقة طبعا قبل ما أسيب الميكروفون لابني أستاذ محمد قاسم، عايزة أشكر بس، أتقدم بالشكر طبعا لسيادة الرئيس، سيادة المحافظ، اللي إحنا صوت اسكندرية إن شاء الله، إن شاء الله مستمرين بيكم، وهنقدم كل مرة حاجة جميلة وجديدة بيكم وبتدعيمكم، تدعيم المجتمع المدني، المؤسسات، القيادات، الأحزاب في اسكندرية، الجمعيات الخيرية، المبادرات والناس الجميلة، الشخصيات العامة اللي بتشتغل حاجات فعلا على أرض الواقع. ده صوت اسكندرية، وكل مرة بنأكد إن ده صوت من ليس له صوت. إحنا برنامج جريء، متنوع، اجتماعي، في كل حاجة. هتشوفوا إن شاء الله حاجة جميلة. إحنا يعني نتمنى إن إحنا نكون عند حسن ظنكم، ونقدم حاجة جميلة لجمهورنا في اسكندرية وعلى المحافظات وعلى مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. طبعا كل سنة، وطبعا عشان إحنا خلاص يعني إن شاء الله داخلين على السنة الجديدة، كل سنة والعالم كله طيب. شكرا سيادة الرئيس، شكرا سيادة المحافظ، شكرا المبادرات الجميلة اللي معمولة في اسكندرية، سواء مبادرة رد المعروف اللي أنا جزء ضعيف منها، كلنا واحد، خاصة بالشرطة، امبارح كان مستشفى أبو قير، وطبعا شكر خاص لوكيل وزارة الصحة بالاسكندرية لتطوير المستشفيات، وإن شاء الله مبادرات الجمعيات بقى اللي اشتغلت معانا، طبعا الشخصيات العامة، أعضاء مجلس الشعب، القيادات في اسكندرية، شكرا جزيلا. المعارض المجانية إن شاء الله، التبرع اللي اتبرع فيه شخصية جميلة وإن شاء الله هنلقي الضوء عليه، 1000 متر في عمارة، حاجة سكنية، تبرع لأهل اسكندرية بحضلات، وإحنا كلنا عارفين مشكلة الحضلات. طبعا كل الناس، مش عايزة أنسى حد عشان محدش يزعل مني. شكر خاص لجمهور اسكندرية وجمهور الوطن العربي، جمهور المحافظات كلها، شكرا جزيلا ان برنامج بيكم صوت من ليس له صوت. اللي عنده اي حاجه، اي قضيه، اي مشكله، اي حاجه، البرنامج جريء، ده برنامجكم وناجح بيكم. اتفضل استاذ محمد. شكرا امي الجميله الدكتوره داليا غبريال، احدى رائدات المجتمع المدني والعمل التطوعي والعمل العام بمحافظه اسكندريه. حضرات السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم معانا، ولقاء يتجدد دائما، وحلقة جديدة من برنامجكم كلام من الآخر. زي ما وعدنا حضراتكم منذ بداية هذا البرنامج أن أولويات البرنامج وأولويات المسؤولية الإعلامية الواقعة على عاتقنا منذ أن بدأنا فكرة وإعداد البرنامج الشباب، والتصدي لمشاكل الشباب، والتصدي للظواهر الشبابية، والمشاركات الشبابية في العمل، في عموم العمل العام. وبمناسبة هذه فاصل ونعود. حضرات السادة المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل، وفي إطار متابعتنا للأنشطة الشبابية بسائر محافظات مصر والعالم بأسره، بننتهز هذه الفرصة من برنامجكم كلام من الآخر، وبنهنئ سيادة الرئيس، رئيسنا المفدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم. نتمنى أن يكون يعني منتدى ناجح يحقق أغراضه، ونمتع أنفسنا بالعديد من التوجيهات ومن التوصيات الفعالة اللي تاخد حيز التنفيذ بإذن الله لسائر شباب مصر وسائر شباب العالم. وبنقول لشباب العالم اللي شرفونا النهاردة، انتوا شرفتونا في بلدكم، بلد الأمن والأمان، حصن السلام، درع السلام، بلدكم الحبيبة مصر. بنحب نقدم تهنئة للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الفعالية النهاردة، وفي إطار متابعتنا لمبادرات الخير ومبادرات العمل التطوعي في إطار محافظتنا الجميلة محافظة اسكندرية، بننتهز الفرصة بنقدم تحية لمحافظ الإسكندرية الخلوق النشيط سيادة اللواء محمد الشريف، كما نقدم تحياتنا أيضا لسائر قيادات وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية على استمرار مبادرات الخير ومبادرة رد المعروف اللي مستمرة حتى الآن. وبنشكر وزارة الداخلية لتفعيل دورها في العمل العام والعمل التطوعي والعمل الخدمي اللي بدأ امبارح في إطار مبادرة كلنا واحد. شكر خالص الشكر للسيد وزير الداخلية والقيادات وزارة الداخلية المنفذين والمتابعين لمبادرة كلنا واحد. في البداية قبل ما نخش في صميم برنامجنا، وقبل ما نبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام النهاردة، احنا قلنا ان احنا بنتصدى لأي ظاهرة شبابية، وبنحاول دايما نستقطب ونستضيف، وبنحاول دايما نبرز
دور الشباب في العمل المجتمعي وفي العمل العام وايضا في العمل المهني، فدايما بنحب ان احنا نقدم من خلال برنامجنا النماذج المشرفه والفعاله لشباب مصر، لان صدقوني شباب مصر ثروه، كل واحد فينا جواه ثروه بيفيد بيها بلده بالطريقه بالمهنه اللي بيمتهنها من خلال نشاطه المجتمعي، من خلال نشاطه السياسي، من خلال نشاطه المهني. فاحنا النهارده بيسعدنا ان من خلال برنامجنا يكون معانا ضيف الشرف اليوم الدكتور عماد سلامه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عماد. اهلا بحضرتك، شرفتنا النهارده ونورتنا. الشرف ليا. الدكتور عماد سلامه اخصائي التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه والتغذيه الرياضيه، له عديد من فعاليات الخير ومبادرات فعالة في العمل المجتمعي ومن خلال مهنته كطبيب وكأخصائي تغذية، وإحنا النهاردة حابين نقدمه كنموذج مشرف نحزو على حزوه، نستفيد منه، نحاول إن إحنا ندعمه بالاستمرارية في العمل العام، ونتمنى له دايما التوفيق. شرفتنا يا دكتور عماد. الشرف ليا يا أستاذ محمد. كما يسعدنا أيضا وجود الأستاذة حنان إبراهيم الدسوقي. ده شرف ليا. شرفتينا يا أستاذة حنان. شرفتينا ونورتينا النهاردة، أهلا وسهلا بيكي في البرنامج. موضوع النهاردة التغذية العلاجية، طبعا نظرا لتطورات الأمراض اللي احنا ما كناش بنسمع عنها قبل كده زي السمنة والنحافة والأمراض المزمنة اللي بتتعلق بأعمار معينة، وكل يوم بنسمع منتج جديد للنحافة، منتج جديد للسمنة، منتج جديد لمش عارف، والناس كلها بتنساق وراء هذه المنتجات وبياخدوها طبعا كعلاج وكأدوية كمكملات غذائية أيا كانت الصورة اللي بيتناولوها بيها. وفي النهاية بنلاقي أن المواطن أو الإنسان مننا ما بيلاقيش أي جدوى أو أي فايدة ليها. فاحنا النهاردة تطرقنا لهذا الأمر بمناسبة تواجدنا في أحد المنصات الإعلامية الكبرى بمصر، قناة الصحة والجمال، فاحنا النهاردة عاملين الحلقة دي إهداء منا لشباب مصر، للشعب المصري، لقناة الصحة والجمال. وقبل ما نبدأ هنشوف فيديو صغير هيعرض جزء من نشاطات الدكتور عماد سلامة معانا، وننوه منه للناس عن طرق جديدة لعلاج السمنة والنحافة. نبدأ بالفيديو وبعدين نبدأ نكمل حوارنا. عدنا إليكم بعد الفاصل لنبدأ حوارنا الممتع الشيق اللي نتمنى يكون يحقق الاستفادة المنشودة منه لسائر المصريين. دكتور عماد، أنت حضرتك في البداية تبنيت فكرة جديدة أنشأتها لأول مرة نسمع عنها في مصر، وهي فكرة إنشاء صيدليات متخصصة في وسائل التغذية العلاجية. أنا عايزك تكلمني عن فكرتك دي، عايز أوضح لحضرات السادة المشاهدين إيه الفكرة دي وبتتكلم عن إيه وإيه الهدف منها وإيه اللي طرق إيه اللي خلاك تتطرق للفكرة دي. أولاً طبعاً أنا مبسوط جداً، أنا موجود مع الإعلامي النشيط جداً المحترم أستاذ محمد قاسم والدكتورة داليا، وشرف كبير ليا إن أنا أبقى موجود معاكم النهاردة. الحقيقة أنا طبعاً أول حاجة بالنسبة للفكرة بتاعتي إن أنا صيدلي عادي جداً، عندي صيدليتي شغال فيها عادي طبيعي، مع الوقت ومع المجهود اللي كنت ببذله في الصيدليه وكلام من ده ابتدى ان انا وزني يزيد. فمره رايح مع اصحابي كده بلعب كوره لقيت نفسي دخت، رحت قلت اعمل تشيك اب كده على نفسي اشوف الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، القصص دي، لقيت كل حاجه عندي بايظه، لقيت الكوليسترول عالي، التريجليسرايدز عاليه، لقيت حالتي الصحيه مش متظبطه. فابتديت ان انا لاحظت ان انا اكلي غلط، قررت ان انا قلت ايه، طب انا هدرس موضوع التغذيه ده بحيث ان انا اشوف موضوع التغذيه ايه القصه دي، اعرف اكل. بس كنت بدرس الاول لنفسي. نعم. خدت دبلومه في الصحه من الصحه العامه متخصصه في التغذيه، وبعد كده طورتها بماجستير وكلام من ده. الحقيقه طبعا يعني ابتديت حبيت المجال ده قوي لاني عرفت قد ايه التغذيه حاجه وثيقه بالصحه، يعني انا لو اتغذيت صح وباكل صح هتلافى كتير جدا من الامراض، سواء ضغط، سكر، امراض كلى، امراض قلب، امراض كبد، كل حاجه متعلقه بالتغذيه فعلا. فابتديت ان انا في الصيدليه عندي
ان انا ابتدي اطبق نظام التغذيه العلاجيه، لان الصيدليه بيجيها يعني بيجي فيها عدد كبير جدا من الناس اللي بيصرف روشته عنده ضغط، اللي بيصرف روشته عنده سكر، كلام من ده. فابتديت ان انا اريكومند مثلا بنظام غذائي بحيث ان انا اعمل كنترول على الحاله دي. بعد كده الحمد لله ربنا وفقني وبقت متواجد في عيادات يعني لها علاقه بالتغذيه برضو، والحمد لله حققنا نتائج كويسه جدا بفضل الله طبعا. وابتديت ان انا احس قد ايه المجال ده ممتع، وقد ايه المجال ده ليه علاقه بالصحه، وان الواحد لما بيتحكم في نظام صحي قد ايه ممكن تغير حياه انسان بالكامل من انه لما بيفقد كتير من وزنه يعني. فبصراحه الحمد لله النجاح ده يعني بمساعده الناس اللي كانت موجوده معايا، وبمساعده حتى الناس اللي بتتابع معايا. انا كنت مبسوط جدا بالتجربه دي، وعندي امل وطموح ان انا اعمل براند للموضوع ده، ان احنا نبقى متواجدين في كل مكان، ان انت بتدخل الصيدليه تقدر ان انت تحصل، لان المكان ده الصيدليه مكان في الشارع بتقدر ان انت تدخله بسهوله، ان نعم انت تتابع فيه. فدي كانت بدايه الفكره، والحمد لله يعني دي طبعا حتى الفيديو اللي احنا عرضناه ده بعض من الحالات اللي متواجده معانا، في الحمد لله عدد كتير جدا من الناس اللي اتغيرت حياتها باساليب التغذيه الصح يعني. يعني هي الفكرة طرأت ببال حضرتك بناء على تجربة شخصية ليك، يعني فعلا انت طبقت نفسك كنموذج محاكاة طبيعية، كنموذج حي، جسدت الفكرة وطبقتها بالظبط كده، ونجحت الحمد لله. الحمد لله الحمد طب لله. دكتور عماد، انا عايز اسأل حضرتك سؤال يمكن يهم حضرات السادة المشاهدين كلهم في سائر انحاء مصر، اللي متابعينا واللي شايفيننا واللي هيتابعوا الحلقة في الإعادة. اهم النصايح اللي حضرتك بقى كأخصائي تغذية علاجية بتحب تنصح بيها المشاهدين، اللي هي يعني النصايح اللي يجب اتباعها لعمل تخسيس طبيعي. يعني احنا دايما بنشوفه اعلانات في الميديا، في التلفزيون، اعلانات في الجرايد، برامج تخسيس وادوية العقار الفلاني والعقار العلاني، وده بيخسس في خلال اسبوع وده بيخسس. لا، انا عايزك تقولي ارشاداتك، لان انت دلوقتي وضحت لي ان التجربة طرأت ببالك بعد تجربه شخصيه، نموذج محاكاه طبيعي، واحنا بالزبط. بنحب دايما نماذج المحاكاه الطبيعيه دي بتبقى اكبر مثال لنجاح التجربه. بناء عليه، ايه هي النصايح اللي انت ممكن تنصح بيها اي حد عايز يخسس يعمل دايت؟ طبعا هو انا دايما بشوف ان فكره الورقه والنظام الغذائي وانك تروح تتابع مع الدكتور تاخد ورقه وتمشي وخلاص، الفكره دي مش فكره مجديه على الاطلاق، لان الناس بتمل من موضوع ان انا ماشي على نظام غذائي، النظام ده فيه ورقه بتبعها، الناس بتمل من حاجه زي ممكن كده. ما يكملوش بالظبط كده. فالموضوع انا حاطط يعني 10 نقط اساسيه لو اي حد اتبعها هيقدر ان هو يخس بمنتهى البساطه بدون ومنتهى السهوله. تدخل من اي علاج كيمستري، يعني بدون تدخل من اي علاج كيماوي، كيماوي، ادويه. مواد فعاله. تمام. احنا عندنا 4 بيزكس عشان نخس. النظام الغذائي رقم واحد، وده اهم نقطه في الموضوع كله. تمام. ممكن نساعد بقى بالبيزكس التانية دي، اللي هي الرياضة، اللي هي الأدوية، اللي هي التدخل الجراحي أو الجلسات. الكلام ده هي دي القواعد اللي ممكن نساعد بيها، لكن البيز هو النظام الغذائي. أنا نظمت أكلي، صحتي هتبقى كويسة، هقدر إن أنا أخس بمنتهى السهولة. ممكن الأدوية بتتاخد كحاجة مساعدة، ممكن العمليات الجراحية لبعض الحالات بنحتاجها، ممكن الرياضة بنتدخل بيها برضه بتبقى حاجه مساعده، لكن ايه البيز؟ البيز هو النظام الغذائي، ازاي اكل صح؟ يعني الفكره كلها انا باكل صح ازاي؟ طب انا عايز استوقف حضرتك في نقطه طرقت ببالي حاليا وانا بتحاور مع حضرتك. امتى اقول انا لازم اخس؟ وامتى اقول لا انا كده انا خاسس اكتر من اللازم وعايز ازود وزني شويه؟ طبعا انا دايما برضه في وجهه نظري الشخص نفسه لازم يحس من نفسه هو عايز يخس ازاي؟ بمعنى في رينج معين، يعني مثلا واحد يقول لي انا طولي 160 انا المفروض وزني يبقى 60، الكلام ده مش صح. احنا في متوسط المفروض البادي ماس اندكس او معامل الكتله ده هو اللي بيحدد لي المفروض انا بقى من 18 ونص ل 25، ده البادي ماس اندكس بحدده، لان جسمي مكون مش عباره عن وزن توتال، لا ده هو فيه بروتين، فيه عضلات، فيه ميه، فيه دهون، فيه عظم، فمكونات الجسم دي هي اللي بتحدد لي. لو انا وزني ابتدى ياثر عليا بشكل نيجاتيف صحيا، يبقى انا كده محتاج ان انا اخس، لان السمنه النهارده او زياده الوزن بتاثر على الصحه، الضغط ممكن ترفع الضغط، ممكن تاثر على المفاصل، ممكن تاثر على الغدد، تاثر على حاجات كتير جدا. اول ما الاقي نفسي ان السمنه ابتدت تاثر عليا صحيا انا لازم اتدخل فورا،
وما سيبش نفسي ان انا ازيد قوي. المشكله ان الناس بتسيب نفسها لمرحله صح. بتبقى صعبه جدا. صح. انا بيجي لي حالات بالظبط بيجي لي حالات مثلا 130 و140 كيلو. طب انت كنت كام؟ قالت لي مثلا تقولي انا متجوزه انا وزني 65 كيلو. يعني انت زدتي ضعف وزنك واكتر وانت سايبه نفسك. لا انا ما استناش كل ده، لان كل ما المرحله بتزيد طبعا مفيش حاجه مستحيله، كل الناس بتخس، ومعانا ناس من 135 بدون تدخل جراحي بقوا 70 و72 كيلو وكلام من ده. ولكن انا ما سيبش نفسي كل ده، لازم اول ما يبتدي ننقص الخطر انا ببتدي اطلع السلم بنهج. انا صحيا مش متظبط، انا بيجي لي دوخه، انا جسمي مش عاجبني، ابتدى يطلع لي كرش، ابتدى يطلع، ابتدي على طول اسحب نفسي، ما استناش ان انا ابتدي اتوجه سواء لدكتور تغذيه او ابتدي ان انا انظم اكلي وابتدي اتبع. وحتى النصائح اللي انا هقولها دي اي حد يقدر يعملها، مش حاجه صعبه ولا حاجه مستحيله، حاجه صحيه تماما لو احنا اتبعناها هنخس بمنتهى البساطه. فمن اول دي اول خطوه بنبتدي نتحرك فيها ان انا ابتدي ان انا اخس. فالنقط اللي انا هتكلم فيها اول حاجه كده دي كيز لازم تبقى معايا، دي المفاتيح اللي انا بمشي عليها عشان اخس. لو عملت النقط دي ومشيت على اي نظام غذائي في الدنيا بقى، ده ساعتها هخس بمنتهى البساطه. انا هحط البوينتس دي بحيث ان الناس كلها تقدر ان هي تتبعها، لان النقط دي لو مشينا عليها هيبقى الموضوع سهل. اول حاجه وجبه الفطار. وجبه الفطار دي هي عليها 50% من نجاح اي نظام غذائي، ان انا افطر قبل الساعه 10 الصبح. طب ليه؟ الفطار بدري قبل الساعه 10 الصبح ده بيدي اشاره لجهاز الحرق في المخ ان هو يشتغل. انا دخلت معدتي اكل، المعده الاكل نزل فيها، ادى اشاره للمخ، المخ ابتدى يشتغل يفرز هرموناته عشان يحرق. طب انا اخرت الفطار للساعه 12 او 1، الحرق بيبتدي يقل بنسبه 50%. يبقى اذا انا عشان اتلافى نقص معدلات الحرق لازم افطر بدري قبل الساعه 10 الصبح. دي اول خطوه واهم خطوه ولازم افضل ماشي عليها باستمرار. فشل الدايت بيبتدي من ان انا معظم الناس يقول لي انا بفطر بعد الساعه 1، انا بفطر بعد الظهر، انا ده بيدي فشل في الانظمه الغذائيه. تاني نقطه الميه. انا هقولهم حاجات، ثلاث حاجات ورا بعض. يا ريت لو مشاهدينا ورقه وقلم ونحط، دي التعليمات اساسيه بيوجهها الدكتور عماد سلامه. بالظبط، يا ريت دي تعليمات. دي اول حاجه الفطار قبل الساعه 10، تاني حاجه الميه. بالظبط، دي حاجات سحريه. الميه دي هي اللي بتعمل ديتوكسيفيكيشن للسموم الموجوده في الجسم. يعني انا عشان اتخلص من السموم لازم اشرب ميه كتير. تمام. الميه بتدخل في كل عمليات الميتابوليزم الموجوده في الجسم. يبقى اذا انا محتاج ميه عشان احرق، عشان اشيل السموم الموجوده على الكبد. تمام. عشان اخلي الكلى تشتغل بشكل كويس وبالتالي اخرج السموم الموجوده في الجسم، فجسمي يبتدي يحرق. والميه وسيله وحاجه رخيصه موجوده عندنا كلنا. وشربها اللي بيقول لي انا ما بعرفش اشرب ميه، دي حاجه سهله وبسيطه. ان انا بشرب، انا ممكن مش شرط اشرب ازازه كلها مره واحده، لا انا ممكن بمنتهى البساطه الكوبايه جنبي كل نص ساعه اشرب كوبايتين، يعني نص كوبايه ميه. الموضوع بسيط جدا. يبقى احنا اتكلمنا عن النقطه الاولانيه الفطار بدري قبل الساعه 10 الصبح، الميه، في حاجتين ثلاثه واربعه، الملح والسكر. الملح بيعمل اختزان في الميه في الجسم، فانا لازم اقلله على قد ما اقدر، الى جانب ان الملح بيفتح الشهيه، والدليل على كده ان احنا لما بنيجي مثلا عايزين ناكل يقول لك طب خد حبه مخلل عشان تفتح شهيتك. لا، فانا عشان ما اخدش ملح كتير عشان ما اخزنش ميه وما افتحش شهيتي. كذلك السكر. السكر ده الاند بوينت بتاعته بتبقى دهون بتتراكم على الكبد. يبقى اذا انا لازم اقلل السكريات. وكذلك بيطلق عليه في الاوساط الطبيه السم الابيض، الملح والسكر. الملح والسكر دي حاجه مضره بكل اشكالها، مش هتكلم بقى على الدايت بس، انا بتكلم على كل الامراض. صحيح. لازم السكر ده انا بفضل ان انا امنعه تماما، وفي بدائل طبيعيه ليه. ان انا اخد حاجات فاكهه زي الفاكهه مثلا بيبقى فيها سكر طبيعي، ان انا اخد ممكن في انواع سكر دايت صحيه عشان في انواع تانية مش صحيه ممكن نبقى نتكلم عنها. الى جانب ان ممكن استخدم عسل. المهم في وسائل تانية بس ما استخدمش السكر. تمام تمام. يبقى الملح والسكر وقلنا النقطتين التانيين. النوم لفترة كافية. مشكلة الناس برضو ان هي بتهمل موضوع النوم ده، بيبقى فيه اضطراب في النوم، ما بنامش كويس، ما بنامش عدد ساعات كافي. لازم انام عدد ساعات كافية علشان ده بيدي راحة لعضلات الجسم، راحة لهرمونات الجسم، بحيث ان انا ابتدي يومي من تاني، هرمونات الجسم تتجدد من جديد، تبتدي تشتغل بشكل طبيعي. فالنوم لوقت كافي وفي الفترة اللي ربنا قال عليها اللي هي من بالليل لوقت الفجر، ده الوقت اللي هو فيه ليلية، الفترة الليلية دي، ده مهم جدا عشان اجدد هرمونات الحرق عندي. برضو من ضمن الحاجات المهمة تقسيم الوجبات اليومية
لوجبات صغيره. معظم الناس بتشتغل طول اليوم، يقول لي انا بشتغل طول اليوم وبرجع بالليل اكل اكل وجبه واحده. دي كارثه. انا النهارده لو خدت وجبه 1500 سعر خدتها مره واحده في اليوم هزيد في الوزن. لو خدت ال 1500 سعره قسمتهم على خمس وجبات هخس. صحيح. يعني هي كده ليه؟ الجسم ليه كباسيتي للحرق سعه. انا بقدر كل مره باخد فيها ممكن احرق 300 سعر 400 سعر، اكتر من كده لا ما بقدرش. فبالتالي بيتخزن الدهون دي كلها في الجسم. تمام. يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ اقسم وجباتي لوجبات صغيره، بدل ما اخد وجبه او اتنين كبار، لا انا هقسم وجباتي لخمس وجبات، فطار سناك غدا سناك عشاء، بحيث ان انا اقسم الوجبات دي لوجبات صغيره يلحق الجسم يحرقها ويبقى سهله. ومن اكتر الحاجات اللي بتسبب كرش تحديدا، لان البطن دي اكتر حاجه واصعب حاجه بنتخلص منها، هي ان احنا بناكل وجبه كبيره. الوجبه الكبيره دي بتنزل في المعده، تعمل تمدد في المعده، تسبب الكرش، ما بيتحرقش، يتخزن، يزيد وزني. طب انا اعمل ايه؟ اول خطوه ان انا اقسم وجباتي لوجبات صغيره، دي من الحاجات المهمه. وعلى فكره لمرضى السكر ده مهم جدا طبعاً. عشان ده بينظم الانسولين على مدار اليوم. من حضرات الساده المشاهدين الانتباه لهذه الارشادات، لان الارشادات دي طبعا مهمه جدا للصحه العامه لينا ولوالدينا ولابنائنا ولسائر الشعب. يعني احنا عايزين دايما يعني ايه، اعتبروا الحلقه دي حلقه مخصوصا، حلقه احنا عاملينها مخصوص للناس عشان الناس تستفيد بالارشادات الطبيه للدكتور عماد سلامه. اتفضل يا دكتور. برضو من الحاجات المهمه جدا الرياضه. انا مش عايزك تروح جيم، مش عايزك تعمل رياضه عنيفه، مش عايزك تعمل حاجه صعبه. كل اللي مطلوب منك ان انت هتعمل رياضه مدتها من 15 ل 30 دقيقه. ابتدي بدايه بسيطه، هقول لك بدل ما تطلع الاسانسير اطلع جري على السلم، اتمشى نص ساعه بدل ما تروح مثلا مواصله. لا المشي يعني حتى بيقولوا سمول تشينجز ليد تو بيج ريزلتس. يعني انا لما ابتدي بدايات بسيطه، انا عمري ما مشيت، ابتدي بمشي بسيط بس عشان احرك جسمي. الرياضه دي من الحاجات المهمه جدا. وانا مش طالب اروح جيم خالص. اللي بيخس على فكره، قصه الجيم دي مش بتخسسه، بتعمل ترانسفورميشن. برضو دي معلومه لازم الناس تفهمها. يقول لي انا ناوي اخس فهروح جيم، انت هتعمل ترانسفورميشن وهتظبط جسمك وكل حاجه بس مش هتخس، لانك انت هتحول الدهون لعضلات، فبالتالي وزنك ممكن يفضل ثابت او يزيد كمان مع تمرينات التضخم. هيزيد بالظبط، ولكن انت شكل جسمك هيتغير. لكن اللي عايز يخس بيعمل رياضه بتزود معدلات الحرق، زي المشي زي الجري، الحاجات اللي هي اللي بيطلق عليها في الاوساط الرياضيه اللياقه البدنيه. بالظبط كده، بالظبط. هي دي الحاجات الصحيه اللي بتخفض الكوليسترول. على فكره كمان الرياضه دي مهمه جدا في خفض الكوليسترول، تنشيط الدوره الدمويه، مشاكل الناس اللي عندها مشاكل في الدوره الدمويه، الناس اللي عندها سكر، الحاجات دي كلها. بس طبعا الرياضات دي للمرضى لازم تبقى برضو تحت اشراف طبي يعني. تمام. لبعض المرضى. النقطه السابعه، المقليات والمسبكات. يعني انا ما فيهاش حاجه ابدا لما اغير اكلي لحاجه صحيه. يعني بدل ما اكل حاجات مقليه ومسبكه وتقيله وكلام من ده، لا انا اخلي مقلي مسلوق او مشوي بحيث ان في الدهون تنزل واستفيد بطعم الحاجه. بس بدل ما تبقى مسبكه وبتاع وكلام من ده، او ماكل جانك فود من بره، لا انا خليني اعمل الاكل في البيت واتخلص من الدهون دي. نعم. وتبقى حاجه صحيه ومفيده. يس. من اخطر الحاجات الاكل بالليل. دي النقطه الثامنه. دي النقطه رقم 8. ان انا اكل بالليل ده خطر جدا. ليه؟ لان الاكل اللي بالليل الجسم مش بيحرق. دايما في حاجه علميه ان الحرق مرتبط بالشمس. طول ما الشمس موجودة طول ما الجسم بيحرق. طول ما أول ما الشمس بتغيب الأكل بيبتدي الحرق بيبتدي يقل. فأنا المطالب مني بالليل إن أنا أقلل كميات الأكل اللي باكلها، أو أكل حاجات سريعة في الحرق زي الزبادي، زي الفاكهة، زي الخضار، الحاجات ما كنتش بقى وجبة كبيرة بالليل لأن مش هعرف أحرقها. وأكبر دليل على الكلام اللي أنا بقوله إنك لما بتروح تعمل هرمونات، تحليل هرمونات معينة زي التستستيرون او الكورتيزول او الكلام من ده، يقول لك لا تعالي لي الصبح اعمل التحليل. بالظبط. لان الصبح مستوياته غير بالليل. صحيح. فاذا هرمونات الجسم مرتبطه بالشمس. نعم. فانا لازم ابقى عارف ان انا الشمس الصبح اكل. وحتى بره بيهتموا قوي بالفطار، تلاقي الفطار فيه فاتس وفيه بروتين وفيه، يعني بيهتموا جدا بالفطار. بالليل لازم نخفف اكلنا على قد ما نقدر، خصوصا الكربوهيدرات والحاجات دي. في برضه نصيحه مهمه جدا اللي هي اكل قدام التلفزيون. ده غلط. لان انا باكل من غير ما احس، خلاص انا دماغي بقت مرتبطه بحاجه تانية بعملها، ان انا بتفرج على التلفزيون. الوقت بيبتدي يمر معايا وانا باكل ومش حاسس بنفسي.
الاقي نفسي باكل كميه كبيره جدا واستغرب هو الكميه دي بعد ما تقوم وترجع او تاني يوم مثلا تبص تلاقي وانا اكلت كل الكميه دي ازاي؟ كنت بتفرج على التلفزيون فاتت ساعه قدام برنامج مثلا او قدام التلفزيون او كده وسرحت واكلت بالظبط اكلت كميه كبيره جدا وانا ما حسيتش بنفسي. فتعتبر دي النقط الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها العشر نقط دي نختصرها في الفطار: الميه، الملح نمنعه، السكر نمنعه، النوم لوقت كافي، ما اكلش بالليل، الرياضه، المقليات والمسبكات وتقسيم الوجبات، وان انا ما اكلش قدام التلفزيون وتبقى الاكل بالنسبه لي تسليه، انا باكل عشان صحتي. حاجات نصايح بسيطه في متناول ايدينا كلنا لو طبقناها هنحقق نتائج حلوه، ما تدخلناش باي حاجه، هي مجرد نصايح حتى للصحه العامه، للصحه العامه نتائجها. 10 نقط يا ريت تكونوا كتبتوها. هو دكتوره داليا انا في سؤال دلوقتي بيطرأ ببالي يعني وسمعته من كتير جدا من الناس، احنا وزننا زاد ورحنا لاخصائي دايت لاخصائي تغذيه وبناخد ماشيين على كورس علاج وماشيين على برنامج غذائي معين وماشيين بنلعب رياضه وبنمشي كتير وبنشرب ميه كتير وبعيد عن كل حاجه ومع ذلك ما فيش اي اثر ايجابي صحيح. للعلاج اللي احنا بناخده او للبرنامج الغذائي اللي الدكتور بتاعنا قايل لنا امشوا عليه، وفي بعض الناس تطرقت للحقن الصيني الحقن الصينيه ومش عارف ايه في سبيل الاخفاض تخفيض الوزن ومع ذلك ما فيش نتيجه، ده بيرجع لإيه؟ يعني عدم وجود أثر إيجابي للبرنامج الغذائي أو للبرنامج الطبي اللي بيحدده الدكتور، ده بيرجع لإيه؟ إيه سببه؟ بص أول حاجة طبعا دايما حتى وأنا بدرس كانوا بيقولوا لنا إيه، بيقولوا لنا تعودوا إن المريض اللي هيجي لكم ده إن ما كانش أول مرة يعمل دايت فعرفوا إن هو لف على كل دكاترة الدايت، لأن هو بيروح في محاولات متكررة إن هو يخس، بيخس ويفشل ويرجع تاني أو يثبت ما ينزلش. فدي من النقط اللي احنا متعودين عليها، لدرجة ان انا حصل موقف معايا واحدة جات لي في بداية اول ما اشتغلت خالص كنت بتمرن في عيادة يعني، فجات لي شافتني شكلا بعد كده وكانت عند دكتور معين يعني انا كنت بتمرن عنده، بعد كده لما جيت فتحت كنت متواجد في العيادة يعني لقيتها جاية لي وهي مش فاكراني قوي يعني، فقعدت اتكلمت معاها قلت لها انت جيتي لي قبل كده؟ قالت لي انا ده انا لفيت على 17 دكتور قبل كده. مشكلة الفكرة في ايه؟ ايه اللي بيخلي بيحصل ثبات في الوزن؟ اول حاجة انا بحط رقم واحد الدايت، الدايت نفسه بيعمل ثبات في الوزن. ازاي؟ انا نفسيا لما احس ان انا بعمل دايت انا ببقى مكتئب، والاكتئاب ده من الحاجات الشديدة اللي انا بقابلها في مع ناس كتيرة جدا بيعملوا دايت، ان انا مليت انا زهقت انا بقالي فترة ماشي انا عامل نفسي طبعا. عشان كده انا اسمي دايتنج كوتش، انا بمرنك ازاي بتخسي، القصة مش قصة ده لايف ستايل، انا بغير لك اللايف ستايل بتاعك. لازم يعني امتص زعل المريض اللي ممكن يكون ثبت النهارده، ما انا مش كل مره ممكن انزل في الميزان، في ناس بتثبت بعد ما بتنزل 20 كيلو ولا 15 كيلو ممكن يحصل ثبات في الوزن. فانا لازم اعمل لايف كوتشنج، اعرفك هتتعاملي ازاي بره، اعرف يعني نفسيا انا لازم اعرف اتعامل ازاي مع الشخص اللي انا مش بسميه مريض، انا بسميه حاله، هي حاله انا بتعامل معاها صحيح. لان ده مش مريض، هو بيبقى عنده حاله معينه عايز يتخلص منها يعني اللي هي زياده الوزن. فلازم رقم واحد هاو تو كوتش ذيس بيشنت، انا ازاي ده بتعامل معاه بعلمه صح. فرقم واحد انا عليا دوري ده ان انا نفسيا احتوي المريض، فرقم واحد في اسباب ثبات الوزن هو الحاله النفسيه، ان انا ازاي حالتي النفسيه تبقى كويسه. تاني حاجه من ضمن الاسباب بيت العيلة. ايه بيت العيلة ده؟ انا اتخيله كده ان احنا قاعدين في بيت امي واختي وابويا وكل الناس موجودة فيه، هم ماشيين انا قررت ان انا اخس وهم كلهم مش بيخسوا زي ما بيحصل في بيوتنا، خصوصا ان احنا ناس ريفيين وصعيدة وتقليديين بقى من الناس بتاعة زمان دي، مهتمين دايما وجبة الغداء لازم يبقى فيها لحمة ولازم يبقى فيها خضار ولازم ولازم ناكل وتعدمني لو ما كلت ينهار طبعا أبيض يعني دي من الحاجات الكارثية موضوع الاكل ده تمام. يعني انا دلوقتي متواجد في عيلتي قررت ان انا اخس، ادوني فرصة يعني انا من حق ان انا اخس عشان صحتي. اجي مثلا واحد متجوز، يعني انا هتكلم عن المشاكل اللي انا بقابلها داخل العياده، واحد متجوز مثلا متجوز واحده فهو بيرجع متاخر، فانا بقول لها انت ليه؟ تقول لي يا دكتور معلش اصل انا لازم اتعشى بالليل. طب ليه حضرتك لازم تقول لي اصل انا جوزي بيرجع الساعه 12 بالليل فانا بخلي الوجبه بتاعتنا بالليل. على فكره ممكن تمشي على النظام الغذائي بتاعك صح، هو بيحرق طول اليوم بره، هو موجود وبيحرق وشغال، انت قاعده في البيت ما بتتحركيش، كلي وامشي على نظام طبيعي خالص واقعدي معاه على الترابيزه بالليل، خدي حاجه خفيفه وتعشي معاه، يبقى انت شاركتيه بس في النهايه انت مشيتي على النظام.
تقول لي اصل هو بيزعل مني، يعني ايه بيزعل؟ لازم اكل معاه ويزعل. ونفس القصه بتحصل في على النقيض بقى، الراجل ناوي ان هو يخس، مرات تقول له ايه ده، لا ده انت شكلك متجوز عليا ولا ايه؟ انت بتاكل بره ولا ايه؟ عايز ما بتاكلش معايا ليه؟ فمن الحاجات المهمه اللي احنا لازم ان الناس اللي حوالينا يبقوا عارفين ان انا بعمل دايت ويساعدني، انا بعمل دايت عشان صحتي. فمش شرط ان انت تقول والله لازم تاكل، طب النهارده هتعدي، طب النهارده مش عارف ايه، لا احنا بنمشي على لايف ستايل صحي، فلازم كلنا نمشي عليه. لا ده انا اللي هغيركم، انا لو انتم ماشيين غلط انا هغيركم، مش هسيبكم ان انتم تزيدوا في الوزن زي ما انا حصل لي، لا انا همشي على نظام مظبوط علشان صحتي تبقى كويسه وصحتنا كلنا في البيت تبقى كويسه. النهارده نسبه الوفاه في مصر 40% من امراض القلب، امراض القلب اللي هي جايه منين؟ من الاكل الغلط. فانا اقدر اتغلب على كل الامراض دي. النهارده هتدخلي المستشفيات هتلاقي مرضى، احنا النهارده بيجي لي ناس عندها 25 سنه و30 سنه عندها السكر، اقيس الاقي الضغط هاي نورمال، يعني ممكن الاقي واحد عنده 20 سنه بقيس له الضغط الاقيه 140 90 ولا 130 90. طب انت كمان 10 سنين هتبقى عامل ازاي؟ المشاكل الصحيه الجامه اللي موجوده دي كلها بسبب الجنك فود. النهارده اسهل حاجه عند الناس الاكل من بره. فاذا بالظبط، فاذا انا من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي ان انا اراعي الناس اللي حواليا في البيت العيله ده، اراعي ان انا بعمل دايت. في بقى حاجات تانية برضو بتعمل ثبات في الوزن زي بعض انواع الادويه. يعني انا عندي المسكنات مثلا من الحاجات اللي في ناس تغفل ان هي بتاثر على الحرق. ازاي الكلام ده؟ المسكنات بيتم تكسيرها او الميتابوليزم بتاعها عن طريق الكبد. نعم. الاخراج بتاعها عن طريق الكلى. فاذا الكبد والكلى اللي هم المسؤولين لهم علاقه مباشره بالحرق بيبقوا مشغولين في تكسير المسكنات دي، بيتغفلوا تماما على الحرق. فمعظم الناس اللي بتاخد مسكنات تلاقي الحرق عندها منخفض. كذلك بعض الادويه الهرمونيه، يعني مثلا واحده عندها مشاكل في الهرمونات بتاخد علاج هرموني عشان تنظم مثلا الدوره الشهريه، او واحد عنده مشاكل في الهرمونات بياخد علاج هرموني، او واحده بتاخد ادويه منع حمل. الكلام ده كله بيعمل ووتر ريتنشن، بيسبب ميه في الجسم، بيزود كميه الميه في الجسم. بالظبط، احتباس الماء. بالظبط، بتعمل احتباس للميه، وبالتالي بنلاقي ان احنا وزننا زاد والحرق قل. برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل ادويه الاكتئاب، ادويه الاكتئاب لانها هي بتهدي الاعصاب وبتساعد على افراز هرمونات معينه في الجسم زي الدوبامين مثلا، بتخلي الحرق ضعيف، فنلاقي الحرق عندنا ضعيف من ادويه الاكتئاب. عشان كده ده بقى دور الدكتور المختص او الطبيب المختص انه ازاي يخلي باله من الموضوع ده. انا باخد علاج له علاقه بالحاله النفسيه او كده، في انواع معينه بتتاخد عشان ما يحصلش الزياده في الوزن دي. يبقى احنا قلنا الادويه، الحاله الصحيه كمان بعض المرضى، الضغط، مريض الضغط بيبقى نزوله اصعب شويه. مريض السكر ده بقى ده كيس من الحالات اللي انا بحبها. ليه؟ لان ازاي تقدري تتغلبي على جالك مريض سكر، ازاي تقدري ان انت تظبطي له جرعات العلاج بتاعته ان هو ياخدها، وتظبطي له السكر بتاعه ويخس في نفس الوقت. الحاله دي صعبه بس ممتعه. ليه ممتعه؟ لان بنخلي بعض المرضى يتنازلوا عن ادويه السكر. صح. يعني ممكن مريض ابتدى بقاله مثلا 6 شهور او سنه بياخد علاج، انا ممكن اخليه ما ياخدش علاج خالص. مشكله بعض الدكاتره للاسف، دكاتره السكر، هو دكتور السكر بيبص فروم ثيرابي بوينت اوف فيو، انا بدي دواء، جالي السكر عالي بزود له الدواء. طب حضرتك عارف ان الدواء ده هيخليه ياكل اكتر، هيخليه يزيد في الوزن، طب ما تيجي نقلل اكله، تعال نظبط اكله، تمام؟ اعمل لايف ستايل موديفيكيشن، هتلاقي السكر ابتدى يتظبط، هلاقي ان انا الجرعات بدل ما كنت باخد 5 مللي بقت باخد 2.5، هبتدي اظبط نفسي وبالتالي الوزن هيبتدي يقل. الوزن ابتدى يقل هيبتدي الطاقه بتاعتي تقل، يعني الطاقه اللي انا محتاجها تقل، وبالتالي السكر هيتظبط معايا. فاذا السكر من الامراض المهمه جدا اللي بتخلينا ما ننزلش في الوزن. صحيح. من الحاجات برضو المهمه مرضى الغده، الناس اللي بتاخد ادويه غده وكلام من ده، لان الغده هي مسؤوله عن الحرق. هنا بقى الغده دي غده درقيه. ايوه بالذات الغده الدرقيه. طبعا دي مسؤوله عن ميتابوليزم البروتين وكلام من ده. فبالتالي انا لازم الدكتور المتخصص في التغذيه العلاجيه لازم يهتم جدا بانه يدي نظام غذائي مناسب لمريض الغده. لازم ادي نسبه البروتين تبقى عامله ازاي مع نسبه الكربوهيدرات. هنا دي شطاره الدكتور بقى انه يدي نظام غذائي مظبوط للحاله دي. صحيح. تمام. فاذا في بعض الامراض زي ما قلنا الضغط، السكر، نقص فيتامين د. يس. فيتامين د من الحاجات المهمه جدا اللي بتدخل في الحرق.
فاذا انا مهم جدا ان انا اوتش الفيتامين ده، اتاكد ان هو متظبط عندي قبل الدايت واثناء الدايت، لان انا ممكن ابتدي يبقى كويس اثناء الدايت انا بقلل الدهون. صحيح. وفيتامين د ده فات سوليبل فيتامين، بيحتاج دهون. يعني الفيتامينات اللي بتزود الدهون. بالظبط. الادك الاي والدي والاي والكي. بالظبط كده. فاذا انا لما باجي ابطل بقلل الدهون عشان ماشي على نظام غذائي، بلاقي فيتامين د بيبتدي ان هو يقل معايا. وكذلك الامساك برضه نفس القصه، الامساك من الحاجات اللي برضه بتمنع معانا بسبب دكتور عماد، عايز اسال حضرتك على سؤال في عجاله قبل ما نشوف نموذج محاكاه طبيعيه لاحدى الحالات اللي حضرتك اتعاملت معاها وحققت نتيجه ايجابيه. بيشاع في الاونه الاخيره كمان زي ما قلت لحضرتك منذ بدايه الحلقه ان في مشروبات بتساعد على عمليه الحرق، في مكملات غذائية بتساعد على بناء العضلات، وخصوصا اللي بياخدها المرتدين على الجيم اللي بيلعبوا بادي بيلدينج، اللي بيلعبوا ألعاب عنيفة وكده عشان يكون شكل عضلي أو شكل جسماني معين. تأثيرها على الجسم الإنسان عموما إيه؟ وهل فعلا بتأدي الغرض منها إن هي بتخسس الجسم ولا لأ؟ بص، هو طبعا الأدوية زي ما أنا قلت هي حاجة طول بتبقى معايا، الطول دي بتبقى وسيلة أنا بستخدمها عشان أساعد في أن أنا أنزل وزني. فإذا الطول دي لازم، أهم حاجة هي فعلا في حاجات كويسة وحاجات طبية كويسة جدا، ولكن أهم حاجة عندي أن أنا أقدر أن أنا أستغلها صح. عشان كده الأدوية دي برغم أنها كويسة لازم أستغلها بإشراف طبي دقيق، يعني مش مدام أنا قررت أن أنا أخد دواء يبقى لازم مع دكتور، ما أخدهاش من نفسي. فدي أهم حاجة بالنسبة للأدوية. طب أنا عايز أوضح لحضرات السادة المشاهدين نموذج محاكاة فعلي بجد حقيقة، يعني أنا نفسي ما كنتش مصدق، يعني أنا نفسي ما كنتش مصدق إن الحالة كانت كده قبل الذهاب للدكتور عماد سلامة، والحالة موجودة معانا النهاردة في الاستوديو، يعني هندردش معاها دلوقتي من خلال الدكتورة داليا. يعني بجد بصراحة سحر، أنا بجد بهنيك. أنت دكتور شاطر، أنت أخصائي تغذية شاطر. أستاذة حنان، يا مدام حنان الدسوقي، نموذج حي للإعجاز لدكتور. طبعاً أنا مش مصدق يعني. سلام. يعني هي جت صممت على إن هي تيجي الحلقة، قالت شهادة للدكتور عماد من وسط حالات، أظن الفيديو بين الحالات قبل وبعد، ودي حالة يعني يا ريت بعدك اكيد صوره منهم لمدام حنان قبل. لو في صوره قبل الذهاب، لو في صوره قبل الذهاب في عجاله كده في لحظه. مدام حنان نموذج طبعا كانت. ادي مدام حنان. اي مدام حنان هي قبل ما تروح للدكتور. انا بحسدها. يا طبعا. وبعد اهي نموذج. طبعا يعني طبعا ده قبل ما اشوف دكتور عماد. ده قبل الدكتور عماد. ايوه. طب مدام حنان في عجله، احكي عن تجربتك مع الدكتور عماد سلام. هو انا كنت اساسا ما بحبش الدايت، وبقالي 10 سنين بدور على دكتور دايت اللي انا خس كبيري كان 3 كيلو، على اساس كان بيديني ورق، فانا ما كنتش ما بحبش الورق. تمام. فانا حاولت اللي انا مش عايزه اخس وكرهت التخسيس، فجالي وقت اللي انا لازم اخس عشان رجلي لازم هتتقطع يا اما لازم اخس. يعني كان في مشكله صحيه، صعبه صحية، وكان ده لازم تخسيس عليا. نعم. ولازم في الحاله المشكله عندي الاثنين، اللي انا ولا هخس ولا عايزه اقطع رجلي. فانا كنت قاعده قدام التلفزيون، لقيت دكتوره بتقول انا عامله دايت، عامله برشام، بس ده هيمنعكم من الاكل وهتتحرموا وهتخسوا في نفس الوقت وهتاكلوا كل حاجه. فانا طبعا حبيت ان انا عايزه كده، فانا جربت. معانا دلوقتي صوره لمدام حنان بعد التخسيس، بعد الذهاب للدكتور طبعا، ومعانا النموذج الحي. يعني النموذج الحي، يعني النموذج الحي موجود معانا في الاستوديو. ده يرجع الفضل برضو للدكتور عماد ده. انا عمري ما خسيت. دي شهاده تقدير يا دكتور عماد بصراحه. يعني دي شهاده تقدير. في حالات احنا لو الاستوديو مش هيساع الحالات الدكتور عماد قوي قوي قوي، وكانوا يتمنوا، وفي ناس غير جنة وبيشكروا في دكتور عماد جد وبيحبوا جدا، وناس كتير كانت تتمنى تبقى تطلع مع دكتور عماد ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله. يعني هو عمل وعد باسره البرنامج ونزل وزني من غير تعب، من غير ارهاق، من غير حرمان. انا اساسا يعني كنت باخد علاج وكنت بتعبانه، فانا بفتح بالصدفه يعني لقيت صيدليه سلامه قدامي، فانا دخلت له قلت له دكتور انت منزل نوع برشام عندي، بس انت النوع عندي لون اسمر وانت عندك اللون النبيتي، هل ده احسن من ده؟ راح قال لي طب صوري لي. صورت له العلاج اللي عندي، قال لي حسب الله ونعم الوكيل. فانا كنت حاجزه عند دكتور، 3 دكاتره منعوني من الدايت، فبقيت اكلم دكتور عماد على الواتس، يا دكتور انا اتمنعت من الدايت، مش نافع اللي انا هعمل ده. قال لي بس خليكي انت مع علاجك، وقف على رجلك وانا معاكي.
يعني وبقى يبعت لي هو دكتور بالتليفون بالتليفون يعني فعلا في ميزان حسناته طبعا بالتليفون ولا خد حد. هي دي يا جماعه البذره الطيبه لشباب مصر، هم دول شباب مصر يا جماعه، هم دول الشباب اللي شرف مصر في العمل التطوعي سواء جوه مصر سواء بره مصر، هم دول شباب مصر يا جماعه اللي حازوا على حظوظ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هم دول شباب مصر اللي مشرفينا النهارده امام شباب العالم كله. بجد انا بهنيك يا دكتور عماد، انت نموذج مشرف لشباب مصر. طبعا انا متشرف شخصيا وانا قاعد معاك وان انت ضيفنا النهارده في البرنامج. شرف لي يا استاذ. طبعا اتفضلي يا استاذ حكيم. فكنت بكلمه فكنت بيجي لي هبوط في القلب وهبوط في السكر، ممنوع ان انا اعمل دايت، فكان بيبعت لي الدكاتره من غير ما يشوفني من غير ما اعرفه، فرحت اضطريت اللي انا ايه اللي انا اتعامل معاه. yes. وفعلا وفعلا انا خسيت على من الاعشاب اللي هو بيديها، هو بيديني علاج، انا ما خسيتش مني لنفسي كده، هو بيديني علاج وهو اللي بيدول بايده، يعني حقق نتيجه ايجابيه معاكي. طبعا طبعا. واللي بيقول لي طب انت خدتي علاج تعبتي؟ لا انا ما تعبتش، وبقالي ومشي، انا خسيت في خلال شهرين وثبت. تمام. يعني انا ما زلت، بس ما اقدرش ابعد عن دكتور عماد لان انا اخاف ان انا اطلع. يعني انت لسه متابعه معاه؟ متابعه عشان السبب. طبعا هو مش بيسيبنا، واحسن مقابله وحسسنا اللي هو مش دكتور، هو انسان. هو انسان، هو انسان، هو انسان فعلا فعلا. ربنا يحفظ. وانا لو اقدر اقول اكتر من كده الدكتور عماد شويه عليه. لا كفايه كده، كفايه كده. وبيساعد يعني فعلا، وبيساعد حتى لو هو بيتحمل نفقات العلاج على حسابه، على حساب الصيدلية، ودي فعلا احنا مستغلينه الصراحه في المجتمع المدني. تمام. حاجه يعني فعلا. بجد يا دكتور عماد حضرتك شرفتنا النهارده ونورتنا في استوديو الصحه والجمال برنامج كلام من الاخر، ونتمنى ان يبقى فيه بقى يعني مزيد من اللقاءات ان شاء الله، ودي تعتبرها من ضمن فعالياتك معانا ومن ضمن يعني مبادراتك اللي انت بتعملها الشخصيه ليك لتفيد بيها شباب مصر وتفيد بيها المصريين من خلال ارشاداتك الطبيه. باذن الله. شرفتنا شرفتنا يا دكتور عماد. شرفتينا من الاحلام. شرفتينا شرفتينا. بجد برنامج جميل، واتمنى الناس كلها تتابعنا ان شاء الله. باذن الله احنا متواجدين مع الناس ومتواجدين ما بين اهلنا وناسنا، الشعب المصري متواجدين بالنيابه عن صوت اسكندريه، متواجدين للتصدي لاي ظاهره شبابيه، لابراز دور اي شاب نموذج مشرف لشباب مصر، احنا معاه. طبعا دكتور عماد تختار. انا هسيب الكلمه للدكتور عماد لان هو ابني بقى يعني فعلا في الخدمات في الخدمات. انا طبعا اولا كنت مبسوط جدا ان انا متواجد معاكم، وبتمنى ان الناس يعني فعلا موضوع التخسيس ده مش مجرد والله مظهر، هو حاجه صحيه. فانا كنت مبسوط ان انا متواجد معاكم، وان شاء الله يبقى لينا حلقات بعد كده عشان نقدم للناس حاجه احسن ومعلومات افضل ان شاء الله. حضرات الساده المشاهدين، سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. تابعونا وانتظرونا السبت القادم باذن الله، وحلقه جديده ولقاء يتجدد من برنامجكم كلام من الاخر. شكرا.